أخبار اليوم. انا دوري في الفيلم دور شريف شوكت ده واحد تافه جدا، هو طالب جامعه طول الوقت بيجري ورا البنات، والمفروض ان هو بينه وبين البورصه على طول زي القط والفار زي توم اند جيري كده. هو ده ابن صاحب البيت اللي اشتغل فيه ولا؟ ايوه انا ابن صاحب البيت اللي شغاله فيه، اللي هو شغاله فيه رؤى اللي هو بيجري وراها على طول الفيلم. لقيته قريب، يعني شخصيه لطيفه لذيذه، وعين رامي اول اخراج ليه، فما ينفعش ان انا اقول له لا، وما ينفعش ان انا ما اقفش جنبه. احنا كلنا واقفين جنب رامي، بدايه من دينا وعم لطفي ومدام رجاء وباسم سمرة، حتى جه عمل مشهد في الفيلم، بدريه طلبه، سامي، كلنا حابين التجربه لانها اول تجربه اخراج لرامي، وربنا يوفقه فيها ان شاء الله. لان فلك المناطق الشعبيه موجود في مصر بنسبه كبيره جدا، ما ينفعش نتجاهله، ما ينفعش ان احنا نقلل منه. فئه الناس الشعبيين فئه موجوده في المجتمع المصري، لازم نعمل عليها سبوت سواء بالايجاب او بالسلب. وعشان كده بنلاقي دايما في كل فيلم لازم يبقى في كل، مش شرط، هو عارفه يعني هي بتبقى ايه اصل اي لا 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 هي بص انا ضد تصنيف الفيلم، يعني مفيش حاجه اسمها يعني ما فيلم، اي فيلم ممكن تلاقي فيه حاره شعبيه، ممكن تلاقي فيه رقاصه، بس ما فيهوش تصنيف انه فيلم شعبي، وممكن تلاقي فيلم شعبي ما فيهوش رقاصه. الرقص او الرقاصه في الفيلم لما احنا بنعمل فرح في حته شعبيه طبيعي، او فرح في اوتيل فايف ستار فطبيعي انت تلاقي رقاصه، وممكن ما تعمليش فرح اصلا، فمش هنجيب رقاصه ندخلها نرحمها على البتاع عشان نعمل لها فرح عشان نطلعها مشهد. فهو الدراما هي اللي بتحكمك. الفيلم هنا اسمه مواطن بورص، ففي اخر الفيلم في مشهد فرح ان البورص بيتجوز، فطبيعي انه مش هيتجوز، لازم يكون في الفرح في رقاصه. كل سنه وانت طيب.